على قدم وساق تجرى الاستعدادات النهائية لاستقبال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52، نسخة استثنائية تجيء بقرار جريء من الدولة لتنظيم فعاليات المعرض في ظل تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في إلغاء كثير من المعارض والمؤتمرات الدولية في بلدان العالم المختلفة. ده تحدي كبير جدا ان الدولة تقيم او تنفذ نسخة معرض كتاب دولي في هذه الظروف الاستثنائية، وانا شايف الاجراءات اللوجستية والاجراءات الاحترازية مطبقة على اعلى مستوى، وحتى العارضين من الدول الاشقاء والدول الصديقة بيشيدوا بالتنظيم الجيد والاستعداد الجيد لإدارة المعرض في ضوء جائحة كورونا. الدولة الحمد لله قدرت ان هي تقيم معرض في هذه الظروف، واخدت يعني نقول ايه خطط زي دخول الناس وحاجه زي كده، بيتم الحجز عن طريق الانترنت، في اجراءات احترازيه قويه جدا. 25 دولة سيتواجدون في أروقة النسخة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما بين دور نشر محلية وعربية وعالمية. تم تقديم الدعم والتسهيل الكامل لهم لإقامة الفعاليات. هيئة الكتاب موفرة كل حاجة للناشرين، المساحات كل حاجة بسهولة، والتعاقد بسهولة، وكل حاجة تمام. يعني السنة هذه في عندنا كان تميز أكثر من خلال سهولة تسجيل في الموقع الإلكتروني ورفع القوائم، رفع القوائم كاملة عن طريق الموقع. طبعا هذا الشيء كان مفيد جدا حتى للقراء فيما بعد أنه يعرفوا الكتب الموجودة في المعرض. نسخة جديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد أقدم وأهم الملتقيات الثقافية والأدبية في الشرق الأوسط، تستعد للانطلاق من قاهرة العلم والثقافة. أيام قليلة وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 52، حاملا معه رسائل عدة، ليس فقط على المستوى الثقافي والأدبي، ولكن على كيفية التحدي المصري في إقامة المحافل والمعارض الدولية رغم أزمة كورونا. من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري.